هل يوجد خلاص بالإيمان بعد الموت؟ الجزء الخامس، تكملة الاعتراضات والرد عليها. سلام لكل القديسين في المسيح يسوع. الحلقة دي الخامسة هكمل فيها الرد على بقية الاعتراضات المشهورة ضد فكرة التبشير في الهاوية اللي وضحتها في الأربع حلقات اللي فاتت، واللي بتتكلم على الخلاص بالإيمان باسم يسوع حتى لو مات الناس الموت الأول. وعلشان الصورة تبقى كاملة ياريت ترجعوا للحلقات الأربعة اللي فاتت وتسمعوها، لأني طبعا مش هعيد كل الأدلة اللي قلتها قبل كده. الاعتراض رقم 6، في ناس بتقول ان اللي ماتوا من غير ما يعرفوا يسوع هم ناموس او شريعة لأنفسهم، ودي انا ذكرت رد عليها قبل كده لكن بعيدها تاني لانها بتتكرر كتير. الناس اللي تعترض بالكلام ده بتستشهد بكلام بولس الرسول اللي بيقول لان كل من اخطأ بدون الناموس او الشريعة فبدون الناموس يهلك، هو قصده هنا طبعا شريعة موسى، وكل من اخطأ في الناموس او الشريعة فبالناموس يدان، لأن الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. الكلام ده قاله بولس الرسول وكلامه واضح جدا، بيقول إن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك، ما قالش يخلص، لأنه مفيش حد بلا خطية زي ما احنا عارفين إن الكل أخطأ وأعوزهم مجد الرب الإله يهوى، فكل الناس بما إنهم أخطأوا يبقى كلهم هيهلكوا من غير الناموس. فمنين بقى جت فكرة الخلاص بالناموس أو بالتشريعات؟ إذا كان التشريع الموسوي نفسه مش قادر يخلص الناس، فما بالك بالناموس الطبيعي أو ناموس الضمير؟ الخلاص لازم يكون بدم يسوع وحده، كان لازم يكون في فرصة تانية للتبشير للي ما عرفوش يسوع بعد موتهم ونزولهم الهاوية. الاعتراض رقم 7، واحد بيسأل في استنكار هل يسوع المسيح هيدي للإنسان فرصة تانية بعد الموت؟ يعني واحد فضل يقتل ويزني ويسرق وما تابش عن خطاياه قبل موته هيروح بيسوع ويبشره في الهاوية ويسأله هتقبلني ولا لأ، وإذا قبل وهيغفر له خطاياه؟ اللي بيسأل السؤال ده غالبا بيسأله بطريقة استنكارية، وأنا معرفش حقيقي الدافع بتاعه هيكون إيه، لكن كلامه بيحمل باستمرار نوع واضح من الكراهية والرغبة في الانتقام من الشخص الخاطئ، او احتمال فيه شعور بالغيرة او الغيظ. ازاي ربنا يدي فرصة تانية وخلاص بسهولة كده لواحد مات بعد ما احنا تعبنا وتبنا وقبلنا يسوع هنا على الارض؟ ده شعور اقل ما يمكن ان يقال عنه ان هو شعور غير مسيحي، لان المفروض المسيحي يكون على مثال سيده يسوع المسيح اللي كانت امنيته باستمرار ان جميع الناس يخلصوا والى معرفة الحق يقبلوا، واذ نحن بعض خطاه مات المسيح لاجلنا. مش واحنا ابرار المسيح نزل واتصلب علشاننا، لا ده واحنا خطاه وبعاد عن ربنا نزل علشان ينقذنا ويخلصنا من الموت. يسوع كان نازل علشان يخلص حتى احقر انواع الخطاه. بعد كده ممكن نسال ازاي يسوع قبل اللص المصلوب معاه ودخله معاه الفردوس، لما اللص المصلوب ده مجرد طلب منه قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، بعد كل اللي عمله من قتل وسرقه استحق ان هو يتصلب علشانها. يعني مقاييس رجال الدين، راجل هالك وملوش اي فرصة تانية لا في توبة ولا في خلاص، ده راجل بيموت. وبرضه اللي بيقول كده عنده مشكلة في فهم كلمة التوبة والنعمة ومعناهم، انسى الطريقة يعرف بيها معنى النعمة المجانية ايه، ان ربنا بيغفر للانسان مش عشان الانسان يستحق الغفران لكن عشان الانسان طلب ان ربنا يغفر له. انه يسأل لما الابن الضال احتاج ينضف واحتاج انه يرجع تاني لابوه، تفتكر انه قبل ما يروح لابوه قعد ينظف في نفسه ولبس لبس كويس وراح لابوه علشان يبقى شكله مقبول قدامه ويقول له يا ابويا انا حالتي اهي زي الفل وراجع لك تاني، ولا كان حالته ضايعه وكان شكله شكل خدامين وكان لابس لبس مقطع؟ ما كانش محتاج ينظف قبل ما يروح لابوه عشان يابوه يغفر له. الابن الضال ما كانش يستحق اي اكرام، لكن اللي عطاله الاكرام وعطاله الكرامه وعطاله وضعه للبنوه تاني هو ابوه لانه بيحبه. نفس الفكره موجوده سواء على الارض او في الهاويه، الشخص اللي بيقبل يسوع بيستطيع ان هو ينال الغفران الكامل لدم يسوع على الصليب ويدخل مع اللص المصلوب الى الفردوس. الموضوع ببساطة ان قبل الدينونة يسوع عمره ما قال ان باب المملكة او الخلاص اتقفل، والدليل على كده الكلام اللي قلته قبل كده على مثل العذارة الجاهلات والعذارة الحكيمات. المثل ده ما بيتكلمش على الموت الاول، ان الشخص لما يموت هيروح فين، ده بيتكلم عن مجيء يسوع الثاني والدينونة. وفيما هن ذاهبات ليبتعن جاء العريس، العريس جه، والمستعدات دخلنا معه الى العرس واغلق الباب. الباب اغلق امتى؟ بعد ما جاء العريس،
بعد مجيء يسوع الثاني. قبل كده باب المملكة وباب الخلاص مفتوح اللي عايش على الأرض واللي في الهواء. كل اللي يقبل يسوع عمره ما هيهلك، واللي ملقاش فرصة حقيقية علشان يعرفه هنا هيلاقي فرصة تانية في عالم الموتى أو في الهواء. الاعتراض الثامن، البعض اللي يستنكر ازاي الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب اللي رأوا الأمجاد من بعيد وصدقوها وحيوها زي ما قال سفر عبرانيين إنهم يروحوا يستنوا في الهاوية أو الجحيم، المكان السيء اللي كله عذابات ده، ويفضلوا مستنيين فيه بيتعذبوا لحد مجيء يسوع. هل يا ربنا وعدله يرضى بالكلام ده؟ مشكلة الاعتراض ده إنه مبني على فكرة إن الهاوية مكان عذاب، وده عكس كل كلام اليهود. اليهود فهموا إن الهاوية مكان للأموات، أرواح الأموات بتروح تستنى على عمومها في الهاوية، وكان فيها أجزاء راحة وأجزاء عذاب زي ما قلت قبل كده. وزي ما جاه يسوع وقال في مثل الغني والعازر، الغني كان عايش في مكان حالته فيه صعبة لأنه حالته الروحية كانت كده، والعازر كان عايش في حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب علشان حالته الروحية كان كده. الاثنين كانوا في الهاوية، العازر كان يتعذب والغني كان يتعذب، مش لأن في دينونة لكن لأن دي النتيجة الطبيعية لأعمالهم، ده امتداد لحياتهم وحالتهم الروحية على الأرض بيكملوا فيها في الهاوية. لكن جوه الهاوية كان في مكان راحة وفي مكان عذاب. وبعدين الاستنكار أو القبول الشخصي عمره ما كان ليه دعوة بالحقيقة. يعني بطرس مثلا استنكر على يسوع المسيح انه يتصلب وقال له حاشاك يا رب. يسوع قال له ايه؟ اذهب عني يا شيطان، انت معثرة لي، لانك لا تهتم بما ليهوى لكن بما للناس. يعني في حاجات ممكن احنا نستنكرها لان احنا شايفينها غير حقيقية او غير منطقية او مش عدل، لكن مش هي الحق الكتابي. بالمثل اهتمام يسوع دايما هو بالخلاص. مجرد استنكارنا ان في خلاص بعد الموت او لا، او قبولنا الشخصي ليه، مش كفايه ان يكون دليل مع او ضد اي فكره كتابيه بما فيها التبشير في الهاوية. واخيرا احب اوضح واكد زي ما قلت قبل كده ان كل انبياء العهد القديم مفيش اي دليل كتابي واحد على انهم راحوا الفردوس او جنه عدن اللي اتفتحت من جديد بس وقت صلب يسوع لما فتح الفردوس للص المصلوب معه. الاعتراض رقم 9، واحد بيقول من الاخوه معترض على فكره ان الاباء كانوا في الهاويه، بيقول مفيش معرفه ولا حكمه في الهاويه، فازاي بقى ابونا ابراهيم كان في الهاويه وكان عارف اسم العازر وكان عارف اللي كان بيعانيه من بلايا ايه؟ ان سفر الجامعه بيقول كل ما تجده يديك لتفعله فافعله بقوتك، لانه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفه ولا حكمه في الهاويه التي انت ذاهب اليها. علشان نرد على الفكرة دي لازم نعرف أولا خصوصية سفر الجامعة. وسفر يتميز بروح اليأس واللامبالاة لأنه اتكتب بقلم سليمان النبي والملك بعد سقوطه، كان بيبني هياكل لآلهة أخرى زي ما قال الكتاب، وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع يهوى إلهه كقلب داود أبيه. المعنى اللي بنقوله سفر الجامعة هو ازاي ان كل لمحة من حياتنا بتفقد معناها وتصبح باطل الاباطيل في غياب الرب يهوى من حياتنا. لما نميز خصوصية السفر ده ممكن نقرأ ساعتها قول سليمان باطل الاباطيل كل باطل، وما فائدة للانسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس، ونسأل هل فعلا كل حاجة بتتعمل تحت الشمس باطل؟ يعني لما يسوع تجسد علشان يخلصنا تحت الشمس على الارض هنا كان باطل؟ ولما يقول فكرهت الحياة لانه رديء عندي العمل الذي عمل تحت الشمس لان الكل باطل وقبض الريح، هل دي عقيدتنا في الحياة بحسب يسوع المسيح بعد ما تجسد؟ طب ليه نتعلم؟ طب ليه بنشتغل؟ طب ليه بنحاول ننشر الخير والحياة ونساعد الفقراء اذا كان كل اللي بنعمله على الارض باطل؟ ما اعتقدش ان كلام سليمان في السفر ده يؤخذ بتعميمه، والا كان تجسد رب يسوع نفسه باطل لانه حصل تحت الشمس. وبعد كده هنلاقي سفر الجامعه بيقول كلام تاني ممكن يتعارض مع راي الراجل اللي بيسال السؤال. مثلا بيقول لان الاحياء يعلمون انهم سيموتون، اما الموتى فلا يعلمون شيئا وليس لهم اجر بعد لان ذكرهم نسي. فهل سليمان ساعتها كان بيتكلم على كل الموتى ولا على الموتى الاشرار بس؟ اكيد كان بيتكلم على كل الموتى لانه ما حددش اشرار وابرار. ازاي ابراهيم وهو ميت عارف اي حاجه عن الغني او عن العازر؟ ازاي الغني اللي في الهاويه المفروض ان هو واحد من الاموات اللي في الهاويه ازاي تعرف على ابراهيم وعلى العازر؟
ازاي امتلك هذه المعرفة والحكمة؟ الكلام ده يتعارض مع سفر الجامعة اللي بيقول ان الموتى ما يعرفوش اي حاجة. والنقطة الاخيرة، سليمان كان بيتكلم على الهاوية هنا على انها مكان لسكنة النفوس او الارواح الموتى، مش قبر زي ما بيدعي البعض علشان يهربوا من فكرة الهوية في العهد القديم، ودي هنرجع لها في النقطة اللي بعد كده. والاعتراض العاشر، بعض الناس بتقول ان اليهود فهموا الهوية بمعنى القبر ومش مجرد مكان انتظار لارواح الموتى. الكلام ده طبعا غير دقيق. اولا في كلمة عبرية واضحة بمعنى كلمة قبر اسمها قبر. قبر استعملها ابراهيم علشان يلاقي مكان يدفن فيه سارة لما قال انا غريب ونزيل عندكم اعطوني ملك قبر معكم لادفن ميتي من امامي. ابراهيم ما استعملش كلمة الهاوية، ما قال لهمش ادوني حتة هاوية ادفن فيها ميتي، قال لهم ادوني حتة اعمل فيها قبر ادفن فيه سارة. وثانيا كلمة الهاوية في اغلب الاحوال بتيجي بمعناها مكان سكنة النفوس والارواح اللي ماتت، زي في سفر المزامير لما داود كان بيقول لأنك لن تترك نفسي نفش بالعبري في الهاوية، ما قالش لأنك لن تترك جسدي في الهاوية. الهاوية مش مكان الأجساد، دي مكان الأنفس أو الأرواح الموتى. ويعقوب لما عرف أن يوسف ابنه افترس وحش رديء قال إني أنزل إلى ابني نائحا إلى الهاوية. ومش معقول ان يعقوب ساعتها كان بيفكر ان هو يروح هيدخل في بطن الوحش الرديء اللي افترس يوسف وينضم لابنه هناك، انه كان عارف وقتها ان ابنه ما اتدفنش ومالوش قبر، فما كانش قصده ان هو هيروح يتدفن مع ابنه في القبر، لا، ولا كان هيدخل في بطن الوحش الرديء، ده كان هيروح ينضم بنفسه او بروح، ولما يموت هينضم مع روح ابنه في الهاوية. السؤال الاخير اللي هتكلم عليه في الحلقة دي رقم 11 بيقول كيف حدث التجلي لموسى وإيليا مع يسوع اذا كانت ارواحهم محبوسة في الهاوية؟ وللرد على السؤال ده بمنتهى البساطة انه اولا مين قال ان ايليا كان في الهاوية اصلا؟ ايليا طبقا لكلمات واسفار العهد القديم ما ماتش، ده صعد حي في العاصفة النارية. ثانيا كل شيء ممكن بسماح من الرب يهوى، زي ما حصل مع صموئيل النبي لما استحضرت العرافة روح صموئيل النبي عشان يبلغ شاول بحاجة معينة، والكلام ده مذكور في العهد القديم. ثالثا في تفسير ممكن نفهم بيه التجلي انه كان عبارة عن عبور للزمن واستحضار لحدثيا حصلوا وقتين مختلفين ويسوع جمعهم مع بعض. واحد لما ظهر يهوى لموسى على الجبل عشان يديله لوحي الشريعة، والتاني لما ظهر ايليا فوق الجبل. التجلي كانت لحظة زمنية جمع فيها يسوع لقاؤه مع موسى في خروج 19 و20، ولقاؤه مع ايليا في ملوك الاول، وجمعهم هما الاثنين في حدث زمني واحد قدام التلاميذ، يعني كان سفر عبر الزمن. وكل ده ما يتعارضش مع ان موسى كانت روحه في الهاوية بتتعزى في حضن ابراهيم، وإيليا ما كانش مات اصلا طبقا لكلام اصفار اليهود. اختم كلامي بصلاة من اجل كل اللي يسمع الفيديو ده ان يتعرف على يسوع المسيح رب الكون ويؤمن بيه مع ابيه ومع روحه القدوس عشان ينال باسمه حياة ابدية، له كل الملك والمجد والقوة إلى الأبد. آمين.